اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ مش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. ادري من زمان ما صورت، انا عارف من زمان ما حسيت كذا جالس اتكلم للكاميرا واتكلم لكم وانزل لكم فلوقات. المهم اسف ما قدرت الصراحه، فضغط الدراسه ما يخليك انك تنزل حتى فلوقات، خصوصا في اول سمستر. ف يعني ضغطينا ما يبي يعني يخلونا نرتاح اساسا. بس الحمد لله اليوم عندي يوم اوف، اليوم جمعه، فما عندي كلاسات، ما عندي شيء، فقلت اصور لكم شويه. الجو نوعا ما صراحه شوي بارد، مش مره، بس يعني فيه له شويه بروده، بس كويس. طبعا ادونا ورقه فنسجل عشان نربح، ما ادري بنربح مسابقه او حاجه، فحنشوف ايش حيصير. مع اني معروف اني دائما ما افوز بذي الاشياء، بس حجرب حظي. There you go. Thank you, sir. Thank you, thank you. أول ضربة. ما درجة الحرارة تقريبا حوالي 16، قاعد أكل سكريم. إن شاء الله ما انصفق أو يصير فيني شيء. اوكي انا حاليا رايح اصلي الجمعه ان شاء الله، فما اقدر اشيل هذه الكاميرا الكبيره معايا، فراح اروح اصلي وارجع على طول ان شاء الله على البيت. اهلا وسهلا، مش رجعت من المسجد، صليت صلاه الجمعه، حاليا منتظر سليمان، حنروح ان شاء الله نتغدى في مطعم، وبعدها ان شاء الله حنروح لمكان جميل ان شاء الله حشتري فيه شيء كويس. وبعد ما خلصنا الحمد لله الغداء ان شاء الله رايح انا سليمان محل كاميرات. وصلنا محل الكاميرات. مستعدين ولا لا؟ هذا احسن محل كاميرات معروف. ايش بك يا ظلمتنا؟ ظلمه. اخذنا كاميرا صغيره عشان نقدر نصور الفلوقات لما اروح الجامعه واروح اي مكان، فصعب انه صراحه اشيل الكاميرا هذه الكبيره، فامشي بالكاميرا الصغيره هذه. ورجعت البيت، فقدامي الحين نص ساعه ربع ساعه، بحط الكاميرا وبطيح، بحط الكاميرا وبطلع على طول، باخذ الشنطه وبروح للجامعه، مو الجامعه، بروح للمدرسه. اهلا وسهلا. طبعا قبل شوي رجعت من الكلاس فخلصت، فحاليا راح نفتح الكاميرا هذه، فحتكون هذا هو اول انبوكسينج لي في ذي القناه، فجدا متحمس. يلا بينا. هقول لكم قصه بسرعه على هذه الكاميرا. الكاميرا هذه كانون جي 7 اكس مارك 2. هذه الكاميرا طبعا صعب انك تلقاها في مكان، لانه صار في زلزال في اليابان، فاضطروا انهم يوقفوا التصنيع. ليش؟ انه مصنعهم اتضرر بسبب الزلزال، فصار في تاخير في عمليه تصنيع الكاميرات، فصارت جدا نادره، ما في احد يقدر يلقاها في اي مكان. فعشان تجيك هذه انت تطلبها، فانا رحت محل هنريز قلت لهم ابغى الكاميرا هذه، قالوا الكاميرا هذه ما هي فيه، بس حتجينا ان شاء الله يعني في خلال 3 اسابيع. تبغى تطلب واحده ولا لا؟ قلت لهم ايوه بطلب واحده، وهذه جتني. فحنبدا ان شاء الله الانبوكسنج، اول انبوكسنج. اوكي هذه هي الكاميرا، نسوي لها اول انبوكسنج. ايش الشيء؟ هذه البطارية. يلا بينا. ما نحتاجه. نبغى احنا نبغى هذا. بسم الله، نحطها دي على جنب، هذه ما نبغاها، المهم هذا الشاحن حلو. اوه هذه البطارية، مرة صغيرة لو نقارنها ببطارية نيكون، طبعا جدا صغيرة. المهم نبدأ بهالشيء. بسم الله.
V7X Mark II. نبدأ نشغلها بسم الله. أوه نختار اليوم. حاليا بفك الميموري بهذه الكاميرا عشان احطها في دي الكاميرا واقدر اصور. هذا اول اختبار لهذه الكاميرا. المفترض انه اوبر وصل. ما شاء الله طبعا شوفوا شايفين جدا واضحه في الليل. يا اوكي ام ويتنج ماي فريند هي هيز كامينج. اوكي هاو ار يو؟ ام جود هاو ار يو؟ سار اولسو يا شور ام ذا توب 1%. اوكي ثانكس سلام عليكم باي. رهيب يا اخي. هم قبل شيء هذا ال شكل الكاميرا شكل الكاميرا شوف كيف ما شاء الله وضوحها. ايش هذه؟ الكاميرا جديدة. اوه طبعا حق التست كان يتكلم عن السعودية وانه يقول شيء كويس السعودية والتغييرات اللي صارت فمرة صراحة شيء كويس. علينا نبغى احنا ناخذ دجاج دجاج هذا كله دجاج طبعا هنا في حلال برضه ف أحيانا يجي زي كذا الجلدة ويجي بس فخذ فما تلاقي فأنا ما أبغى فخذ أنا أبغى الصدر فهذا كويس. طب بس بقول لكم نصيحة دائما خذوا الدجاج لا تاخذوه من أول صف خذوه من اللي جوا. ليش؟ شوفوا هذا ينتهي في تاريخ 6 أكتوبر هذا مثلا اللي جوا ينتهي 12 أكتوبر فخذوا هذا أكثر من هذا هذا أنصحكم فيه. المفروض ان اجي اشتري دجاج ولحم وبعض الاشياء وسليم بيض بس شوف ايش طلعنا بايش طلعنا هذا كله. اهلا وسهلا وجينا. حوسه والله. هذه كل الاشياء. الحين ببدا بشحن الكاميرا هذه الحين قاعد بتطفي وبدأ أفكر في الأكياس هذه اللي هنا ورا. جدا مشكورين على المشاهدة. برضو أعيدها وأكرر معليش قطعت كم يعني أسبوع أسبوعين من آخر فلوق فجدا آسف. إذا ما كنت مشترك اشترك ما حتخسر شيء ودينا لايك ونشوفكم إن شاء الله بكرة من هنا هذاك الوقت نقول لكم برعاية الرحمن. سلام.